مشتاقين لقصصك الحلوه. اي والله رواياتك قصايدك الثمينه اللي مليان تنشيم وقيم وعادات مجمله. طيب على بس على طاري ال باقي معنا 4 دقائق او 5 دقائق على طاري ال بس الدعوات وهي قصه بس انها على فيها دعويه. يا سلام يا سلام. يوم يقول الرجال يتصدق بنيه الصلاح صلاح ابنه. هذا رجل فاضل وصاحب طاعه وشيخ. ولده طاح في الدخان. وقامد والشيخ درى ان ولده يدخن. وجاها كل يوم وراحوا بيعتمرون. لا اله الا الله. من الرياض يبون. ومشى. ولده اللي يسوق به ومعه ابن اخيه له ثالث. ويوم انهم وصلوا الحوميات ابو حميت قال وقف. يقول هلا ابو. يقول هلا ابو. الله اكبر. وقف. خليها فرصه وراح طلع عمرك يعطيه فرصه. اي يدري انه دايخ. اي اخذ لها نص ساعه وجاهم معود ومشوا. واخذ له فتره بعد على الولد قال نزول ابوي هذا ما هو طبيعي. شك لا شك. نزوله ما هو طبيعي مره ما هو طبيعي. الرجال اللي بيقضي حاجته ولا لكن الرجال الله انه تقول يقول لاخوي اللي معه انه تقول انه داري اني ادخن وانا يعطيني مجال. لا اله الا المره الثالثه ركب ابوه قال يا ابوي انت حد قايل لك عنه شيء؟ شوف ابوي جايك معلومه. جايك معلومه؟ قال مثل ايش؟ قال ما ادري بس اشوفك تعطينا فرصه وتروح وتجي متعرف يعني كنا حد قايل لك فينا ان حد فينا يدخن ولا شيء؟ الله. قال الله الله. قال من هو؟ قال انت. الله. قال انا يا ابوي دخن. قال نعم. قالوا تدري؟ قال ادري. تصبر علي؟ قالهم ولا علمتني ولا نصحتني يا ابوي ولا قلت لي؟ قال والله يا ولدي اني ادري بس والله اني استعين واستقوي بالله سبحانه وتعالى وترتيل الايات والدعاء اخر الليل على صلاحك. والله يا ولدي اني داري واني ارجو الله سبحانه وتعالى واني اقرا القران في اخر الليل ورتل القران وتهجد بنيه ان الله يصلحك. اترك. قال لا اله الا الله يا ابوي. خلاص اعطاها النص اللي تسوي هذه كلها. من هاللحظه يحرم علي الدخان. ودعوتك اللي كانت الله استجابها واحنا في الطريق ورايحين لمكه. لا اله الا الله. فاقلع انا عن الدخان ان شاء الله. بالتعامل استجابت. انا اذكر يا ابو عبد الرحمن انت نفسك قد علمتنا بقصه مع والدك. اي بالله. وخلتك تخجل وتترك التدخين بحسن تعامل والدك. الله يعوضك. اعطني اياها يا ابو عبد الرحمن من باب الفايده. يا سلام. إيه أنا كنت أدخن وأنا صغير عمري 13 في حودها والله 14